تفاعلا مع ما باتت تواجهه إيران من عقوبات دولية ورفض العالم لممارساتها الإرهابية وترساناتها العسكرية المشبوهة والنووية، قامت المعارضة الإيرانية بعقد مؤتمر بمشاركة رؤساء سابقين ومختصين في مجال نزع الأسلحة الذين فضحوا النوايا الإيرانية وحقيقة المساعي الإيرانية النووية. محلية لقمع الانتفاضة الشعبية الواسعة في مختلف المحافظات في البلاد، حتى عاد النظام إلى مربعه الأول في ملفه النووي الشائك وبدأت قبضته تتراخى. وما قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي إلا بداية لمرحلة جديدة في المساعي الدولية لتحجيم الدور الإيراني في المنطقة، وهو الدور الخطير الذي هدد أمن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بل وكان سببا في تدهور الأوضاع الأمنية عبر دعمه للميليشيات الإرهابية والطائفية. المعارضة الإيرانية تفاعلت مع ما يواجهه النظام من ضغوطات وعقوبات دولية غير مسبوقة، وعقدت مؤتمرا من خلال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، وذلك للكشف عن البرنامج الصاروخي الإيراني بمشاركة عدد من كبار المسؤولين السابقين والخبراء الدوليين البارزين في مجال الأسلحة النووية والصواريخ. وخلال المؤتمر أكد المدير السابق للمركز الوطني لعدم الانتشار النووي السفير جوزيف ديتراني أن البرنامج الصاروخي بما فيه صواريخ شهاب 1 وشهاب 2 وشهاب 3 هو جزء من برنامج إيران النووي، وهي من أبرز الصواريخ التي سعت إيران خلال السنوات السابقة لتطويرها بشكل واسع، علاوة على المنظومة البالستية التي يطورها الإيرانيون، وهو ما كان محور القلق الدولي والأمريكي خصوصا الذي أدى لخروج أمريكا من الاتفاق. السفير روبرت جوزيف نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الحد من التسلح قال بدوره خلال المؤتمر إنه ومن خلال التجربة تبين أن على النظام الإيراني اتخاذ قرار استراتيجي بالتخلي عن برنامج تصنيع القنبلة النووية، ومن وجهة نظر تعتبر الأقرب إلى الواقع الإيراني في ظل ما تشهده الساحة الإيرانية من انتفاضة عارمة تتحدى القمع والظلم، يرى المراقبون وعلى رأسهم نائب وزير الخارجية السابق لشؤون الحد من التسلح بأن النظام الإيراني غير قادر على الإصلاح، وذلك يعود لحقيقة أن عدوه الرئيسي هو الشعب الإيراني نفسه، فأول سلوك سيتبعه النظام للتغيير هو أن يرضخ لإرادة شعبه للإطاحة به.